شو رح يكون صاير بدعاء هلا؟ ساعدوني! حيدر! دعاء! صح نحن جبناكي لهون بالغلط، بس يكون بعلمك ما حدا بيطلع من هالمكان بدون إذن من إقبال. دقي له لجوزك وقولي له يجي لهون بسرعة فوراً. بس أصحك تفكر إنك تحتجزه. أنا ما رح خليك توصل له بالمرة. بس صدقيني أنت ما رح تقدري إنك توقفيه. أكيد بده يجي، ومستحيل يجي بدون الغزل كمان. مو معقول، شو هالمصيبة اللي اجتنا فجأة هلا؟ ما بدي حيدر يتأذى. شو صاير معه هلا؟ أنا المسؤولة تماماً عن المشكلة اللي عم تواجهها هاي العيلة هلا، بتمنى تكون بخير وما يصير لها شيء لدعاء. لازم أتصرف. رح دق لقائد الشرطة. إيه. ألو. لا اوعك تغلط هالغلطة وتدق للشرطة. انتي شو؟ ماشي هلا فهمت، بين وشك الحقيقي، قولي لي شو مخططين تتقاسموا انتي وهديك العصابة؟ انا بس كنت عم حذرك، وهالشي ما بيعني انك تتهمني اتهامات سيئة مثل هاي. أنا كتير زعلانة ومتضايقة لأنه إقبال خطف دعاء بسبب سوء التفاهم هاد. هلأ إذا أنت مو مصدق أنه إقبال كان بده يخطفني هي بتكون مشكلتك. أنا مستحيل أتمنى الأذى لدعاء لو شو ما صار. بس إيه، أنا كنت فرحت كتير لو هالمشكلجية خطفوني إلي بدل ما يخطفوها إلي هي. أنا معجبة فيكي وبحي شجاعتك يا بنت، يعني بصراحة لأول مرة بحياتي بشوف حدا عم يسكت حيدر بهي الطريقة. بتفهم إنك خايف على دعاء وأنا كمان مثلك، بس اللي ناوي تعمله تصرف غلط وسخيف كتير. بعرف كتير منيح قديش إقبال واحد خطر، وإذا عرف إنه حضرتك خبرت الشرطة بقصة الخطف أنت ما فيك تتخيل شو ممكن يعمل لدعاء. اسكتي! مو عارفاني حالك شو عم تحكي اذا دعاء بتنقذها. وقفوا هالسخافه، كنت هاي العيله واقعه بمصيبه واتنيناتكم قاعدين عم تتخانقوا مثل الاولاد. اقبال، الو اقبال، الو. ما بيهمني مين انت، اوعى تاذيها لدعاء او تقرب منها. وقت يكون الموضوع بخص بناتنا نحن مستعدين نعمل كل شيء، فهمت؟ حيدر! دعاء! 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 فكر قبل ما تحكي يا حيدر. حيدر إذا حسيت بالإهانة من كلامك مرتك هي اللي رح تدفع ثمن هذا الحكي تبعك. دعاء! إقبال! إقبال! بشو غلطت معك هالبنت البريئة؟ قلي! أنت مشكلتك معي أنا، وأنا جاهزة هلأ لواجهك وبكل شيء. اسمعني بعطيك شو ما بدك، بس المهم ما تأذيها. شايفة؟ قلت لك رح يجي وما رح يتركك. حيدر لا ترد عليه! دعاء! لا ترد عليه حيدر، لا تجي لهون! هدول الناس خطيرين كتير ومو ناويين على خير، بترجاك لا تجي لهون ابدا. حلو، عرفتي كتير منيح مين بكون بهي الفترة القصيرة. ايه حيدر، مرتك طلعت ذكية كتير، وبصراحة هي كتير حلوة كمان. سكوت سكوت،
سكوت! انتبه لكلامك. راحت اهدى. يا زلمة روق شوي، شبك عصبت؟ وإذا هذا الشيء كتير بيعصبك سيد حيدر، مو لمصلحتي أبداً، مو هيك؟ يلا خلينا نعمل اتفاق لك. أنت عندك شغلة غالية علي كتير، وأنا كمان عندي شغلة غالية عليك. جيب غزل لهون وخد مرتك بدالة فوراً. شايف؟ هاي الصفقة بتفيدنا اتنيناتنا يا حيدر. يا الله اهدي ستي. لا حيدر، لا 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 تجي لهون، هدول الناس خطيرين، لا تجي. ماما قلي له لحيدر ما يجي لهون، بترجاكي ماما لو سمحتي قلي له. يلي عم بصير مو ذنبكم، مو ذنبكم يا ماما. دعاء بنتي، أنا ما بدي أعرض حياتك للخطر يا حيدر، بترجاك لا ترد علي. أنت زلمة واعي وفهمان، وأكيد دموعها رح تأثر فيك، لهيك لا تتأخر علي أبدا. إيه صح، وإذا بتفكر للحظة أنه تخبر الشرطة، وقتها أنت رح تجي لهون لحتى تستلم مرتك بس ميتة مو عايشة. رح ابعت لك العنوان فورا يا غزل، اوعك تحاولي تهربي مني. غزل غزل لا تجي لهون، هو مو ناوي على خير ابدا. انا بانتظاركم. لا غزل يلا لا. باي. الو. شو هاد؟ أنا ما بدي حيدر يتأذى، بتمنى ما يجي لهون أبدا. ستي أنت الحق عليكي، أنت اللي صار بسببك. أهدى حيدر. دقيقة بس، قولي لي هلا مين هاد إقبال؟ وليش هو بده إياكي؟ احكي. إقبال بيكون قرايبي، هو ابن عمي، وبعد ما أبي توفى هو صار عم يحاول يسرق مني بيت العيلة. أنا مستحيل عرض حياة دعاء للخطر من شان شقفت بيت ماله قيمة، عم تفهمي؟ شو قيمتك أنتي؟ قصدي البيت. قولي، وقتها أنا بزتلك حقه بنص وشك ومنخلص من هالقصة كلها. لا يا حيدر، أنت ما بتقدر تشتري لهذا البيت أبداً. قديش حقه يعني؟ يعني انت هلأ جاية بدك تحط سعر على ذكريات أبي؟ حيدر